رجعنا لكم تاني فقرة مميزة عن المرأة. طبعا الشعر، شعر المرأة تاجها، وإذا كان تاج الشعر المرأة فالكوافير المصري بإبداعاته بيجمل في تاج المرأة اللي هو الشعر. ومعانا خبير التجميل نجم السويس أستاذ حسن فاروق، منورنا. نورك يا عمي. دايما معانا كده بتقدم لنا تولوهات فنية جميلة. النهاردة هنقدم حاجة، وأنا بيحصل لي الشرف إن أنا ببقى معاكم. شرف لينا. هتقدم لنا النهاردة يا عم حسن؟ في تسريحتين حلوين كده لسه جداد هيعجبوا المشاهد بإذن الله. أستاذ والتلميذ، تعرف على التلميذ محمد حسن نجم السويس. مبادرة كوافير وافتخر، مبادرة تجميلية لها الشرف النهاردة أنها تستضيف الأستاذ والتلميذ. منورنا محمد، وكلمة للمشاهدين ولعملائك وأصدقائك في مدينة السويس الباسلة. في البداية بحب أرحب بالسادة المشاهدين وبشكر أهل مدينتي أهل السويس، وبرحب بحضرتك أستاذة، وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة كويسة النهاردة تشرف أهل السويس كله. نرجع لزميلتنا الإعلامية شماعة زايم، اتفضلي بقى. مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا. النهاردة هنتكلم عن صيحات الموضة والجمال والفاشن للشعر، نتكلم عن البروتين وإيه أضراره إيه منافعه. أستاذ محمد إزيك؟ أهلا وسهلا. أهلا بيك من أرض السويس. أهلا وسهلا. عايز أسألك سؤال. اتفضل. عايز أسألك سؤال. بالنسبة لو حد مثلا عامل بروتين، تمام، وابتدى ينزل البروتين من يعني يبتدي الروتس تطلع، تمام، هو طبعا البروتين هنحط البروتين على الشعر كله ولا هنمسك الروتس بس؟ احنا في الاول بنكون شعر معمول بروتين بالفعل، بيبدا نمو الشعر من الجذور، يطول بعد فتره من الزمن، بيطول الشعر الطبيعي ان هو سنتي تقريبا كل شهر. فبنبدا بعد ما الروتس بتظهر من مده تقريبا 3 شهور ل 6 شهور بيبدا نلاقي جذور الشعر بدات ان هي تكون مموجه او طبيعه الشعر نفسه. فطبعا الموضوع بيكون مش شكله مش ظريف بالنسبه للكلاينت او العميل. فبنحاول ان احنا نعمل تاني الروتس دي، طبعا بنحط ماده البروتين او سواء اي نوع معالج احنا بنستعمله على الجذور اللي طلعت بس، لان اوريدي بقى الشعر اصلا معمول. يعني لو كملنا الشعر هيحصل تساقط ولا عادي مش مشكله نحط يعني نبتدي من الروتس؟ مبدئيا امتى بيحصل التساقط؟ يعني موضوع ملوش علاقة بالشعر معمول قبل كده ولا أول مرة. بيبدأ التساقط يحصل لو أنا استخدمت المادة اللي معايا غلط. بيرجع لتشخيصك أنت للعميلة ومدى خبرتك المهنية في تشخيص المادة اللي أنت هتستخدمها، طبعا، على الشعر إذا كان في تقصف أو في المادة المعالجة اللي أنت بتعملها. تمام يا أستاذ عماد، أضيف على كلام حضرتك عدة عوامل، أولها مادة البروتين نفسها، يعني تمام، شيء اساسي وعامل اساسي لعمليه البروتين هي الماده اللي انا حطيتها على الشعر. تاني حاجه طريقه استعمالي انا لماده البروتين، يعني مع الحراره الزايده طبعا تؤدي لتقصف الشعر وتساقط البروتين. ففي عده عوامل لازم اكون انا كمصفف شعر ككوافير مراعي الحاجات دي ترجع لطبيعه الشعر اللي موجود قدامي. طبعا هنرجع لك تاني بقى، نرجع لعم حسن. كلمنا كده على المودز اللي موجوده قدامنا والتابلو الفني اللي انت مقدمه لنا. ربنا يبارك لك. هو ده طبعا سواري، تمام. استاذن حضرتك اوريك حاجه. طبعا هنا علشان ده مقفول فلازم يبقى فيه شعر سايب علشان الرقبه ما تبقاش اوكي جامد. استاذنك معايا كده من هنا، ده اوكي كده ملموم، الحلق طويل. خلي حضرتك زي ما انت مش عشان المشاهدين يشوفوا بس. الحلق طويل، تمام، فهيساعدنا بان احنا ممكن نلم الشعر بنفس التسريحه مثلا، وهيبقى حاجه مختلفه عن دي خالص. ده عشان الفستان ملموم. علشان الفستان ملموم. تمام. طب لو الفستان مفتوح نسيب الشعر عادي؟ يبقى لازم ممكن يبقى نفس الشنيور، بس بدل ما احنا رافعين من ورا جامد قوي كده، لا ممكن يبقى نازل كده برضو ملموم ياكل نص القفا. طالما اكل نص القفا هيدور الوش. ممكن برضو لو احنا الفستان مفتوح وعايزين نلم الشعر كله ممكن ناكل حته من الودن بالشعر وهو نازل، هناخد حته من الودن كده دور الوش. احنا عندنا الودن برضو يعني عشان ما يبقاش
شكلها بترجع رضوبية. لرسمه الشخصيه بيطلع للوش اللي قدامي. فاصل ونرجع لكم ثواني. مساء الخير عليكم، ورجعنا لكم تاني مع اهل السويس، استاذ محمد حسن واستاذ حسن فاروق، والموديل بتوعنا مليكة ودليدا. اهلا بيكم. كمل بقى استاذ حسن، اشرح لنا على التابلو الفني الجميل. انا طبعا شلت الاكسسوار وحطيت التاج وغيرت من هنا علشان الفستان. تمام. الفستان طبعا الرقبه كده اسرت، الفستان لو مفتوح مش هيبان الرقبة إنها طويلة قوي، لأن إحنا نزلنا بالشنيول تحت شوية وغيرنا الألماظة. الموديل الثانية؟ أنا ملاحظة إن حضرتك عامله ويفي سايب علشان الفستان لو مفتوح طبعاً يداري كل ده، لو الفستان مقفول شوية وعايزين الشعر برضو سايب. كل اللي إحنا هنعمله هنلم دول الجنبين طبعا. الشغل بتاعي كله من غير كرباج ومن غير اي حاجه، وبعمل اللي انا بشكل فيه. بنعمل حاجات رقيقه يعني. بالظبط. ومن غير كرباج ومن غير جميل. عم حسن تسلم ايدك، مقدم لنا طابلو فني جميل، تسلم ايدك. هي كل العرايس بتحب الحاجات السيمبل. السيمبل. اه دي حقيقة. ده الشعر ده طبيعي يا عم حسن ولا الشعر كله طبيعي؟ طبيعي. انا ما لما بيكون الشعر محتاج قوي عشان كده بسال حضرتك، ولكن اغلبيه شغلي بيبقى طبيعي. يعني لو في مثلا عروسه عايزه تركب اكستنشن مثلا او بتعمل وصلات لشعرها، والله انا ممكن ببص للزبون وبعرف ان كان محتاج او مش محتاج. الزبون ممكن يجي طالب حاجه معينه شافها عليكي جميله بس عليه ما تنفعش، بقربها له قوي اني اطلع نفس اللي هو عايزه. طبعا احنا غيرنا وهنركب حته المظ معاها تاني، غيرت الشكل خالص. هنسيب استاذ حسن يشتغل ونتكلم مع استاذ محمد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. إيه عايزين نعرف ايه اسباب تساقط الشعر؟ اسباب تساقط الشعر التشخيص يعني تساقط الشعر فيه بيبقى عده عوامل. اول حاجه ممكن يكون مشكله جسمانيه، يعني نقص في معادن معينه، الحديد، الزنك، نقص في فيتامين معين. ممكن يكون العوامل ناتجه لتقصف الشعر نتيجه ماتيريال او حاجه غلط اتحطت على الشعر. ممكن يكون بسبب عامل الوراثه. هذه نقطه كويسه قوي محمد، هقطعك بس. التشخيص الكوافير دلوقتي الحريمي والرجالي ما يعادل الدكتور، مهنه الدكتور. انت بدات تشخص حاله بالنسبه للشعر او للجلد، يعني فاهم من كتر التجارب بالظبط يا استاذ عماد. يعني لازم انا في الاول ككلاينت كعميل اعرف مشكله شعري ايه. هل هي مشكله يستدعيها الكوافير ولا دي مشكله طبيه؟ فعشان كده احنا بنلجا الاول ان احنا نعمل بعض التحاليل اللي تبين هو في مشكله في الجسم، في معادن معينه ناقصه، في حاجه دي سبب تساقط الشعر. لو السبب مجال طبي بيكون بعيد عني انا ككوافير، بيرجعوا للاطباء مثلا. تمام. ببدا انا اتعامل مع الشعر، لو مبدئيا مفيش مشكله طبيه والجسم سليم ببدا انا اتعامل بقى مع الشعر. لو في التقصف دوت نتيجه حراره زياده، نتيجه مشكله في الشعر، ضعف البصيله نفسها، الكلام ده بيبدا انا بقى اعالجه بطرق مختلفه تبعا لطبيعه الشعر او طبيعه بقى الاجهاد اللي حاصل للشعر نفسه. طيب شرفنا بالتلميذ محمد حسن فاروق من نجم السويس،
انت والسيد الوالد الاستاذ الدكتور لطفي فني جميل. اتفضلي. انا اتشرفت بحضرتك استاذ عماد. نرجع لاستاذ حسن. ورينا استاذ حسن حضرتك عملت ايه؟ انا هنا غيرت الشينيو، لميت الجناب. حلو. علشان هنا الحلق طويل فهيأثر من الرقبه. علشان ادور الوش رحت واكل نص الود نفس اللي قلته هنا. أيوة. والشعر سايب بقى الحته دي كده مش باينه. بقت الرقبه صغيره. حلو جدا، تسلم. اتفضل استاذ حسن. استاذ محمد ارجع لحضرتك تاني. عايز اعرف بس، يعني كل الناس بتتكلم عن اللون الاحمر لو هي صبغه. هنتكلم عن الصبغات. لو انا مثلا صبغه احمر، ليه الاحمر دايما الاقيه مثلا بينزل، او دايما لو اخضر او احمر الالوانات دي ليه بتنزل؟ عايزين نعرف يعني دي ممكن نثبتها ازاي. تمام، فعلا دي من اكبر المشاكل اللي بتواجه الزباين بالنسبه لدرجات الاحمرات عموما، من اول النبيتي لحد الاحمر الناري ودرجات الاحمر الفاتح. المشكله هنا ان لازم مبدئيا الكلاينت يبقى فاهم ان اللون الاحمر مش لون اساسي، يعني الدرجات بتاعت الاحمرات دي الوان مشتقه. اه بحسه بينزل لاورنج بيقرنج. بالظبط، لان هو لون مشتق من الالوان البنيه، فمش ثابت، مش لون اساسي. فلازم احنا نكون فاهمين ان الالوان الاساسيه هي اللي بتكون ثابته في الشعر، الالوان درجات الاحمرات كلها بيكون فيها المشكله دي. ببدا انا احافظ على اللون شويه، يعني ببدا انا احافظ بقى على اللون ازاي؟ ما اغسلش الشعر كتير، يعني اتجنب الغسل الكتير للشعر، اكتفي مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع تقريبا. استعمل الكونديشن او معالج يكون بيحافظ على الوان الصبغه. كل العوامل ديت بتساعد ان انا احافظ على اللون لفتره اطول. لينا ان شاء الله فقرات تانية معاك، وتشرفنا بالاستاذ والقيمه حسن. شرفنا بيكم جدا، وتشرفنا باهل السويس كلها. اهلا بيكم. وانا سعيد ان انا معاكم في القناه. شرفنا وبرنامج افتخر بمهنتك ده. انا سعيد بيكم قوي. ميرسي لحضرتك جدا، شرف لينا. هنقدم اخر تهنئه معانا من نجوم مبادره افتخر بمهنتك بالاسكندريه، الاستاذ عادل طعيمه وفريق العمل، وائل صبحي، الاستاذ وائل صبحي، وياسمين اسماعيل، وفاطمه مصطفى، عصام فوزي. انضموا جديدا لمبادره افتخر بمهنتك بالاسكندريه الاستاذ عادل طعيمه والفريق بتاعه. ان شاء الله يكون في تواجد حصري على قناه الصحه والجمال. نشكر عم حسن، وده اهداء بسيط لابن حضرتك الاستاذ محمد. اهداء بسيط من المبادره. تكريم شرفي. اتفضل. اتفضلوا. شكرا. ميرسي لكم جدا. اتفضل يا عم حسن. انا سعيد.